ومن قرأها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تقرأ سرا بعد الصلاة، بعد الأذكار التي تقال جهرا، لأن ابن عباس كما في صحيح البخاري يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، يعني يسمع المصلي يذكر الله بصوت عالي فيعرف أن الصلاة قد قضيت، وفي رواية بالتكبير، والحديث في صحيح البخاري. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. ذهب بعض أهل العلم أن هذا كان للتعليم في بداية أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرفع صوته والصحابة يرفعون أصواتهم للتعليم، وبعد ذلك تركوه، وليس في الحديث ما يدل على أنه تركوه. لأنهم استدلوا بقول ابن عباس كان رفع، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال كنا، قالوا معنى هذا أن كنا أي تركه. وإلى هذا ذهب الشافعي ومن المعاصرين الشيخ الألباني، ولعلكم يعني تختارون هذا القول كما لاحظت في صلاة الفجر ولا واحد منكم رفع صوته. لكن ما هي الحجة؟ الحديث صحيح البخاري، الحد ما هي الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ قال كنا، فكنا هل فعلا هي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك؟ كثير من الأحاديث كنا ما يعني أنه تركه. ثم لماذا تركه عليه الصلاة والسلام؟ قالوا كان هذا في البداية للتعليم. طيب جميل، لو اتفقنا أنه كان للتعليم، هل التعليم سينقطع؟ هل التعليم سيستغني عنه المسلمون؟ الجواب أجيبه، ما زال المسلمون يحتاجون إلى تعليم وإلى تذكير، لكن قالوا في ذلك تشويش على المصلين. في الحقيقة أنه ليس فيه تشويش. لماذا؟ لأن إذا كان الذكر بصوت جماعي من غير اتفاق، سمعت من غير اتفاق، يعني ما يسبحون تسبيحة واحدة لا كلهم يذكر واحد، يذكر الله وحده، فيحصل حينئذ دوي، مثل لو وقفت انت على الشارع تسمع صوت السيارات او القطار، فانه لا يشوش عليك بما انه صوت دوي. لو واحد يتكلم وحده بجانبك يشوش عليك، لكن اذا صار صوت دوي ما يحصل تشويش. فهذه سنة اذكر بها نفسي واياكم، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 فتلك 99، فإذا قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم وما يأخذ إلا فترة وجيزة جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله بعد دبر كل صلاة 3، وكيف عرفوا؟ كانوا يسمعونه فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه التسبيحات إما أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا 33 حتى المجموع يكون كم؟ يكون 99. ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ويجوز كما ورد أيضا في السنة أن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، حتى يكون من المجموع 99، وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. كما أنه جاء في السنة عند النسائي أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الأربع الكلمات تقولها 25 مرة، فالمجموع سيكون 100. هذا أيضا سنة. للمستعجلين ثبت أن يقولها 10، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10، فلم يبقى عذر بأن تترك هذه السنة في الحقيقة مع فضلها العظيم. وذكر الله عز وجل من أجل القربات إلى الله تبارك وتعالى ومن أعظمها أجرا، حتى جاء عند الترمذي في السنن: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابكم، أدلكم على خير من ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال ذكر الله.
الذي ينبغي المحافظة على الأذكار والتنويع بينها، لا سيما أذكار الصلاة ودبر الصلاة، فإنها من أجل القربات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. أما آية الكرسي فتقرأ بصوت منخفض، لأن الذي ورد هو رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر لا بقراءة آية الكرسي. كذلك تقرأ بعد الفجر وبعد المغرب قل هو الله أحد والمعوذتين، ولها فضل عظيم، وهي تحفظك من جميع الشرور بإذن الله عز وجل. ومن تأمل المعوذتين وجد فيها العجب العجاب من الاستعاذة بالله من جميع الشرور، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقف، الشر إذا أقبل بالليل، ومن شر النفاثات في العقد، السحر وما أدراك ما السحر قد انتشر جدا، ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد يقال في كل جسد، حتى أن الإنسان ممكن يحسد نفسه، يحسد أولاده، يحسد صحته، يحسد ماله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجب في نفسه في ماله أو في مال أخيه فليبرك، فليقول اللهم بارك. فقوله في ماله يعني حتى ممكن إنسان يحسد نفسه، فنحن بحاجة ماسة للمعوذتين. كذلك الاستعاذة بالله من شر الوسواس الخناس اللي هو الشيطان الذي إيش يجري ابن آدم مجرى الدم، الذي وسوسه في صدور الناس يدخل إلى القلوب، من الجنة والناس، من شياطين الجن وشياطين الإنس. فهذه المعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ببعض الأذكار المشروعة، فلما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. كيف يستغني المسلم عنهما؟ كيف؟ وفيهما الاستعاذة بالله من جميع الشرور ما علمنا منها وما لم نعلم. هذه تقرأ أيضا دبر الصلاة وقبل النوم.